الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الطهارة، قال: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، موسى بن إسماعيل المنقري هو ثقة ثبت. قال: حدثنا حماد، حماد وحماد بن أبي سلم من الثقات الأثبات، حماد بن سلمة بن دينار، روى البخاري مقرونا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن زياد الأعلم، زياد الأعلم قال: عن الحسن، الحسن البصري، هذا من النبلاء من خيار التابعين. عن أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصاحب الجليل، صاحب حديث: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، عندما قالوا له على عائشة قال: لا، قد قال السلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم، لأنها خرجت مع طلحة والزبير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أو أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات، وما قيل عنه كذب ليس بصحيح. أين هو شيء؟ قال: حدثنا يزيد بن هارون. حديث وين؟ طب طلعوا لي هذا حديث. ماشي، جزاك الله خير. قال: حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون من الثقات. قال: أخبرنا حماد بن سلمة، أصحاب الكتب ستة كمان. أخبرنا حماد، حماد بن أبي سلمة، حماد بن سلمة أتيت به؟ جزاك الله خير بالراحة أبو سيدة، الحمد لله. نعم، تفضل. شو قال؟ أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، وقال في أوله فكبر، وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. قال أبو داود: رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فلما قام في مصلى وانتظرنا أن يكبر انصرف، ثم قال: كما أنت. هذه معناه أنه انصرف قبل أن يكبر، والأول أنه كبر، حديث أبي بكر الأول أنه كبر. وقال أبو داود رحمه الله: ورواه أيوب وابن عون وهشام. أيوب هنا أيوب السختياني، ابن عون هو عبد الله بن عون، هم من ثقات الأثبات. قال: وهشام بن عروة. نعم. عن محمد، محمد هنا من أستاذ محمد بن سيرين، عشان ما تقولش تقول لي بفكرش. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فكبر ثم أومأ إلى القوم أن يجلسوا، فذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة. إذا عضد القول الأول في أنه كبر أولا حديث أبي بكر ومحمد بن ومرسل محمد، طيب، ومرسل أيضا عطاء بن يسار. قال أبو داود رحمه الله: وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا الزبيدي قال: حاء قال: وحدثنا عياش بن الأزرق قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس قال: حاء قال: وحدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال: حدثنا رباح عن معمر قال: حاء قال: وحدثنا مؤمل ابن الفضل قال: حدثنا الوليد عن الأوزعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس: مكانكم، ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه: فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث أصله في الصحيح، وصح بأن حديث أبي هريرة بأن مسلم أشار إليهم أن كبروا أن مكانكم،
وزاد مسلم بأن قال فلم يكبر. زاد مسلم أنه لم يكبر ما قال فانتظرنا أن يكبر ثم انصرف. زاد مسلم فلم يكبر. خلاص الوقت انتهت. طيب هذا حديث مهم جدا. هذا الحديث فيه مسائل عظيمة مسألتان، لكن الإشكال كل إشكال فيها. عندنا حديث أحاديث تنكر التكبير، وهذه حديث صراحة هي متعاضدة عنها في الصحيح. يعني أنا عندنا حديث على راويين، الراوي الأول هو من؟ أبو هريرة، والراوي الثاني هو أبو بكر. ثم حديث أبو بكر هذا في السنن وإسناده لا يستقيم كما استقام إسناد أبي هريرة. وأبو هريرة قال فانتظرنا أن يكبر، وفي زيادة في مسلم أنه لم يكبر قال مكانكم وذهب فاغتسل ورجع يقطر رأسه ماء. وأما حديث أبي بكر قال فكبر ثم قال مكانكم وخرج فكبر، وهذا يعضده المراسيل التي جاءت. وطبعا حديث أبي بكر أيضا مختلف فيه، جاء موصولا وجاء مرسلا، جاء موصولا وجاء مرسلا، لكن يعني في مراسيل ثلاثة أو أربعة من مراسيل سعيد بن سيئ محمد بن سيرين عطاء بن يسار والربيع بن سليمان، كل هؤلاء مراسيل على أنه كبر، يصرحون في حديث أبي بكر على حديث أبي بكر أنه كبر. فإذا اختلفت أنظار العلماء لما اختلفت الروايات، يعني نظروا وجدوا رواية تقول كبر رواية تقول لم يكبر، أيهما أرجح؟ وهل الجمع بينهما يكون موجودا؟ وكيف يكون الجمع؟ وكيف يكون أو نلجأ للترجيح؟ طبعا لما كان الاجتهاد مختلف الأنظار تختلف، فبعض العلماء ذهب إلى الترجيح، وعند الترجيح وجدنا من رجح من ناحية الإسناد ووجدنا من رجح من ناحية النظر. أما من رجح من ناحية الإسناد فلا يحيد عما كان في البخاري ومسلم، انتهى الموضوع. عندنا حديث أبو هريرة رجح لأنه من أعلى الأسانيد، لا سيما وأن مسلم زاد بأنه لم يكبر، فرجح حديث أبو هريرة وقال أنه لم يكبر. إذن هدم مسألة تامة يتكلمون عنها، أو مسألتين، هدم مسألتين تامتين. المسألة الأولى وهي إمامة الجنب للمأمومين، هل إذا صحت صحت لهم ولم تصح له، أم المسألة بأسرها غير متواجدة؟ والمسألة الثانية بأنه لو كان جنبا وعلم بجنابته وذهب فاغتسل، هل يستأنف أم يبن؟ هذه المسائل العظمى تتعلق بهذا الحديث. وأقطع ذراعي لو واحد فهم شيء من الذي قال، لأن أنا أتكلم منظر الوجوه. طب تعالوا ما نقعد مكاني وردد ما قلت أنا بس، فقط هو ذا الذي تفعل، ما تفعل إلا ذلك. تعال كم طيب أنا أقول اختلفت الأنظار، منهم من رجح ومن رجح رجح بالإسناد، والترجيح بالإسناد أنه قدم حديث أبي هريرة الذي فيه لم يكبر، مفهوم؟ نظر بعض العلماء السنين يقولون هذا ثبت وهذا ثبت. الآن علو الإسناد ليس مؤثرا هنا، لأن هذا ثابت وهذا ثابت، وأنا أمرت بقول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنظروا وقالوا الترجيح من ناحية النظر لا من ناحية الإسناد، مع أن الحق أن أنت إيش كلما قوي الظن كلما ترجح، لكن هنا قال من ناحية النظر. طب كيف يرجح من ناحية النظر أستاذ صالح؟ صالح أنت خلاص، أنت اتخذ صدادة بأنه يقول لك خلينا نجهل النظر ما ينفعش عشان يرحمنا ويسكت. ها ممتاز بقى، إما اطلعت وإما أحسنت فأحسن إليك، يبقى أحسنت فأحسن إليك، ممتاز، وأنت تفهم وأنا أفهم، يبقى إذن أحسنت فأحسن إليك، لأنه من قدم الإحسان يفتح عليه. هذا هو المسألة. طبعا ليس على مقاوقة على المثبت والنافي. نظروا فوجدوا أن أبا هريرة ينفي التكبير، ينفي أن كبر، صحيح؟ وجاء أبو بكر فأثبت التكبير. فعما يقولون هنا الآن القاعدة المثبت يقدم على النافي، لأن مع الإثبات زيادة علم. قالوا ويوجه ذلك بأن أبا بكر مقدم وأبو هريرة كان متأخرا، كإيش؟ طب ادوني النظير فيها يا شطار، أنا أموت من الذي لا يعرف كيف يربط العلم بعضها وببعض. إلحق النظير بالنظير تكون متقنا. لا خلاص بقى، أنت أحسنت في واحدة أحسن تاني عشان يتفتح عليك تاني. نعم.
سأقرب لك المسافة يعني عشان كنت أوضح، يعني تكون أوضح. أنا بتكلم في نفس الصورة التي تكلمت بها أنا، وعائشة داخلة في الموضوع، بس هي طبعا مش عائشة، مش عائشة يعني، لكن هي داخلة في الموضوع، دخل فيها ابن عباس. يعني ده أقرب ما يكون بقى للإجابة. كده أنا أعطيتكم الإجابة التام. افتضل أستاذ لقمان. لا ليس هو. شفت بقى، شفت تسرعت. ممتاز، لكن أنا أريد النظير هنا. ربط العلم، ربط العلم يا أخوة. لا طالب علم لازم يستحضر كل ما خلاص خلاص خلاص. صلاة الكسوف يا حبيبي، صلاة الكسوف. أما فيها خلاف فقهي بين العلماء، أيقرأ جهرا أم لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ ولذلك بعيد صبر عيمون قال حذرنا قراءة السلام فكانت قريب من سورة البقرة، فقالوا قولوا بذلك أنه كان إيه؟ كان بعيدا. إيه؟ أنت تعرفش الخلاف أصلا. كان بعيدا فلم يسمع، والراوي كان قريبا فقال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، قالت قرأ جزما بالصورة، فقول ابن عباس لأنه كان إيه؟ كان بعيدا، كان بعيدا فلم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا أخذ بها شفاعي على الاستسرار، وصحيح أنها على الجهر. فنفس الأمر هم يقولون بأن أبا بكر كان مقدما فسمع، وطبعا كان مقدما لأن مسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود، لأن لما جاء متأخرا وجاء وصنع جلبة وصلى في ركعة على بوابة المسجد ومشى، لما قال صلى الله عليه وسلم إني سمعت جلبة، قال أنا يا رسول الله، جئت متأخرا فأدركتك ركعا فركعت ومشيت إلى الصف، قال زادك الله حرصا ولا تعود. شوف سرعة الانقياد بقى، ولا تعود بقى صار إيه؟ صار مقدما في الصف الأول. فأبو بكر كان مقدما، أبو هريرة كان متأخرا، فسمع أبو بكر ولم يسمع وقالوا إذن المثبت هنا يقدم على النافي. طبعا هنا هذا نظر بعض العلماء، نظر وقال لا ننظر للترجيح ما دمنا نستطيع الجمع، وهذا حال النووي وحال طبعا هو نووي طبعا أصلا أيضا في مسلم تراه سريعا يهني ينهج نهج القاضي أيضا في بعض الأمور، وهذا أيضا ألفت الانتباه إليه الإمام القرطبي، وهو قال القصة متعددة، أراح نفسه وقال القصة متعددة. مرة خرج عليهم جنبا ناسيا طيب فلم يكبر وقال مكانكم وذهب فاغتسل وجاء، والمرة الثانية هذا مرة أبي هريرة، والمرة الثانية أنه خرج عليهم ناسيا جنبا ناسيا فكبر فتذكر فقال مكانكم وذهب فاغتسل وجاء. وابن حبان قال هذا القول الذي لا حيد عنه، جزم بذلك، جزم. وصراحة القصة واحدة، القصة واحدة، القصة واحدة، والمسألة مشتبكة مشتبكة. فبعضهم قال لا نجمع بأن قول أبي بكر أنه كبر يعني إيه؟ يعني قالوا الأصل حديث أبي هريرة أنه لم يكبر، وفي قوله كبر يعني أراد أن يكبر، قارب التكبير فتذكر فذهب، قارب التكبير. والعجيب أن كل من قال بذلك، لأنه طبعا منهم من يرتكز على تعدد القصة، الجمهور يقولون بصحة صلاة الجنب على هذه المسألة، وإذا قالوا بذلك إذن هم بلسان حالهم قد رجحوا أنه إيه؟ كبر، لأنه لا يستقيم لهم الاستدلال بها إلا أن يكون قد كبر، لا يستقيم لهم الاستدلال بذلك إلا أن يكون قد كبر. طبعا هم معهم أثار أخرى، لكن هذا التأصيل العام هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أشك بأنه كبر، أنا لا أشك بأن السلام قد كبر في ذلك، لكن هذا سيوقعني في إشكال آخر في المسألة الثانية. المسألة وإلا فسأقول بالتعدد، وإلا فسأقول بتعدد الروايات. فالمسألة الأولى هي مسألة ما استدل به القوم الجمهور المالكية والشافعية وأيضا الحنابلة والثوري والأوزاعي من الشام، قالوا بأن من صلى بالناس جنوبا، من صلى بالناس جنوبا صحت له ولم تصح له، طبعا إذا كان إيش ناسيا، من صلى بالناس جنوبا ناسيا صحت له ولم تصح له، وعليه وجوبا الإعادة. طبعا دليلهم في ذلك الحديث، واستدلوا بحديث آخر فيه جويبرا وهو متروك، فلا داعي لسرد الحديث بأنه قال بأنه إذا صلى جنوب صحت له وصحت لكم. ولكن عندنا آثار بأسانيد كالشمس أن عمر الخطاب
صلى بالناس الفجر جنبا وكان ناسيا، فلما ذهب إلى مكان ما نظر في ثوبه فوجد فيه البلل، فعلم أنه كان جنبا، علم أنه كان جنبا، فلما نظر إلى البلل وقال أكلنا أكثرنا من الودك فاحتلمنا. وكان ابن عمر بيحتلم، عمر الخطاب بعدما استلم الخلافة كان يحتلم كثيرا. ليش؟ شغلته الخلافة عن الجماع. وحتى هو نقل عنه أنه قال والله ما آتي أهلي إلا إيه تأثما يخشى من الإثم، فقف دماغه خلاص رأسه كلها في مسائل الأمة بأسرها. فصلى بهم جنبا ثم قال الأمر يسير، فلم يأمرهم بالإعادة وأعاد هو الصلاة. ابن عمر نفس الأمر، صلى جنبا فأعاد لما يأمر الناس بالإعادة. عثمان بن عفان وقع معه نفس الأمر بسند صحيح في سنن الدارمي وأيضا في سنن داود بأنه صلى جنبا ثم بعد ذلك أعاد هو ولم يأمر الناس بالإعادة. خالف ذلك أبو حنيفة، وأيضا من التابعين الشعبي قال بذلك، وحماد بن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة يقول بأنه لا تصح، بأنها لا تصح. هم يستدلون بعموم قوله وسلم الإمام ضامن، الإمام ضامن، فقالوا هذه دلالة واضحة على أن صلاتهم لا تصح، فصلاتهم أيضا لا تصح من باب الفرع على الأصل ومن باب اللزوم، واحتجوا ببعض الأثار التي لم تصح على أن الصلاة لا تصح لا له ولا لهم، لأنهم هم بالنسبة له كفرع عن أصل فلا تصح الصلاة. والراجح الصحيح في ذلك أن الصلاة تصح، لا سيما أنه قد اتقى الله ما استطاع. عموم أصول الشريعة تثبت ذلك، قول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهم يصلون هم لم يعلموا أنه هم لا يعلمون كيف يكلفون شيء لا يطيقونه، هم لا يعلمون بأنه على جنب، حقا من علم أنه على جنب هذا متلاعب ولا تصح صلاته، فهم لا يعلمون. فالصحيح الراجح أن الصلاة صحيحة، هذا الراجح الصحيح. تبقى المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية هي مسألة إذا صلى جنبا بالناس وتذكر أو انتقد وضوءه فذهب فاغتسل أو توضأ، فهل يبني على ما سبق أم يستأنف؟ يستأنف يعني يبدأ إيش من جديد. محمد حسن شيباني أخذ هذا الحديث واستدل به على أنه يبني على ما سبق، وهذا يستقيم له إذا قلنا بإيش، ها؟ إذا قلنا بالتكبير، لا، إذا قلنا بأنه كبر، هذا يستقيم له إذا قلنا بأنه كبر. الشافعية والمالكية وهؤلاء الذين قالوا بأنه كبر وهم يعتقدون أنه كبر أيضا يقولون لا يبني بحال، بل يستأنف، بل يستأنف. ويعني الاستدلال في هذا صراحة إن استقام فلابد أن نرى، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كبر عندما عاد على القراءة ما عاد فكبر مسكوتا عنه، مسكوتا عنه، فلا فاصل للنزاع، فلا فاصل للنزاع. يعني هذه المسألة مسألة خلافية، لكن ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت من تأخذ وضوءه فذهب فتوضأ ولم يكلم أحدا يرجع فيبني على ما مضى، يرجع فيبني على ما مضى. ونقل ذلك عن ابن عمر إن لم أكن واهما. لكن الحق بأن ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على فاسد فهو فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذه جزء من الصلاة. أنتوا فاهمين وجه الاستدلال من الحديث؟ التكبير جزء من الصلاة، وهو أحدث إذا أبطل ما أقامه، ما لا يصح بحال من الأحوال البنى على ذلك. وهذا قول جماهير أهل العلم هو الراجح الصحيح. يبقى لنا بعض ما عندك. نعم، مبنية على أنه كبر أيضا. لا، مسكوت عنه. قال فأبو هريرة قال جاء ورأسه يقتل إيه، خلاص ما قال بقى كبر ولا ما كبر، قرأ ولا ما قرأ، مسكوت عنه. يعني المعروف أنه لما اغتسل جاء فأكمل الصلاة، صحيح ولا لا؟ ائتني بقى كيف أكمل الصلاة، كبر من جديد أم لا، أم دخل على القراءة؟ ما لا، عدم النقل ليس نقل للعدم. فنقول هنا الآن هذا مسكوت عنه، فاصل النزاع ليس مع أحد. يبقى ما الذي يرجح لنا بقى إذا كان فاصل النزاع؟ أنا ما الذي يرجح عندنا هذا الباب؟ التأصيل العام، التأصيل العام هو الذي يرجح في ذلك، مفهوم؟ الفائدة المستمرة في هذه المسألة جواز خروج الجنوب
من المسجد دون التيمم، وهذا قد اشترطه بعض العلماء. قالوا لما قلنا بعدم جواز مكوس الجنب في المسجد، فإن حدثت له الجنابة أو تذكر الجنابة فيتيمم أو يتوضأ ليش؟ ليمشي في المسجد ويخرج منه. فلما عورضوا بأن سلم كان جنوبا وقال مكانكم وذهب ولم يتيمم، فقالوا إذن والأصل إيه؟ التعميم. قالوا لا، هذا على الخصوص. رواه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي لا ليس لأحد أن يمكث في المسجد جنوبا إلا أنا وأنت. وهذا من فعل من؟ الرافضة. خلاص كل ما تجد لابد التصقها بهم وأنت مطمئن القلب. هذا حديث لم يصح. الحق أن الجنوب لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا مرورا إلا عبورا، سواء لحاجة أو لغير حاجة، وإن كان الأصح والأدق أن يكون للحاجة. أيضا من الفوائد المستنبطة في هذا الباب هو أن نقول جواز إطالة الوقت بين الإقامة وبين الصلاة للحاجة. الآن قال مكانكم ثم ذهب إيش؟ ذهب فاغتسل، وهذه مدة طويلة، صحيح ولا لا؟ وهذه للحاجة. والحق بأننا نرى بأن مسلم يعني كان قد سوى الصفوف بعدما قام بلال الصلاة، فجاء رجل يسأل مسلم في حاجة فأطال معه جدا، والناس وقوفا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يجوز الفصل بين الإقامة وبين الصلاة للحاجة، وإن كان الأصل الوصل. من ذلك أيضا الفوائد المستنبطة حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من وينها؟ مكان ممتاز. شوف هو لما ربنا يفتح عليه بيطلع على طول، ما خلي حد بقى يكلمه، ولما يرتجف يقول لك ما أعرف، ما في شيء. ليه مش عارف؟ نعم، قال مكانكم فالتزموا جميعا، لم يتحرك أحد من مكان. شوف انظر كيف تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية التي تليها كامل خمسة ولا كام؟ نعم، الرابعة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، يصيب ما أصاب البشر. ولذلك في بعض الوقت في أبي بكر قال فقال أنا بشر مثلكم وكنت جنبا، أنا بشر مثلكم وكنت جنبا. قال أنا بشر مثلكم وكنت جنبا، ما قال أنت، ما هو حتى ولو بمعنى أنت، لا، أنا بشر مثلكم أجنب كما تجنبون. كده وتر ولا كده وتر؟ شف للإمام أن يخرج من أخذ مكانه، حق الإمام. إذا قال مكانكم فوقف، تستطيع تفعل ذلك في مسجدك؟ تستطيع، لكن إن علم الناس، إن علمت الناس بذلك، طبعا صعب. طبعا الاستخلاف هنا الملكية يأبون ذلك، يقول لو استخلفوا غيرهم وصلى بهم بطلت الصلاة، لم أكن واهما. هذه كانت مسألة مهمة جدا في سنن أبي داود على مسألة صلاة الجنب ناسيا، وهل يستأنف أم يبني. فيها فرع، هذه المسألة فيها فرع آخر مهم جدا ينبني عليه. ما هو الفرع يا أستاذ؟ لا تعلم. خلاص إنما صلاح حاجة إيه؟ ما تجيب اللي في دماغك يا حبيبي، ما أنا مسألك عشان كده. طب سيبك من دي الوقت، جاوب على سؤالي وبعد كده نشوف اللي انت بتقول عليه. يعني لو استخلفوا صحيح، ايش فيها؟ هل هذا ايه؟ لا، الفرع في الطواف يا حبيبي، فرع في الطواف. طاف عندك كانت مسوي، طب ساكت ليه؟ طاف خمسة أشواط فأحدث، طاف خمسة أشواط فأحدث، وقلنا بقول الجمهور على شرطية الطهارة في الطواف. طب هنا الآن يستأنف أم إيه؟ يعني يبني كل ذلك بناء على أن الطواف صلاة، فسيرجع فيها الخلاف على
على هذا الاستئناف ام البناء؟ مفهوم؟ طبعا الجمهور يقولون بايش؟ ها يستأنف، الجمهور يقولون يستأنف، لا يقول بالبناء الا الاحناف. الاحناف يقولون بذلك، شعب يقولون يذهب يغتسل ويرجع فيصلي ركعتين الباقيتين على هاتان الركعتان على الصحه، وهو لم ياتي بمناف للصلاه غير الاغتسال. ولذلك عائشه اشترط، قالت ولا يتكلم، عائشه قالت ولا يتكلم. يصلون معه ركعتين ثم ينتظرون سلامه او ينفردون، يسلم كل واحد، فهم ينتظرون سلامه فياتي بركعتين الباقيتين فيسلم معه. ها تاني، اذا صلى بهم وقلنا بالبنى فهو سيصلي ركعتين ويسلم بهم، اذا قلنا بالاستئناف سيبتدئ صلاه جديده وهم قد انتهوا من ركعتين، فهو يصلي الاربع ركعات فيصلون معه ركعتين، ثم يجلسون ينتظرونه إلى أن ينتهي من الركعتين الباقيتين ويسلمون معه كصلاة الخوف. مفهوم؟ أو ينفرد بقى، من ينفرد ويسلم. نعم. طبعا أصل الدليل على الانفراد والسلام إيش؟ إيش يا شطار؟ ها؟ حديث معاذ، خلاص، حديث معاذ، صحيح مسلم. نعم؟ طب ما هو يعني هي اصلا فساد اهو الان، وهو ده الذي نتكلم عنه، دخل وحكمها الحقيقي انها ايش؟ فاسده، لانه لم ياتي بشروط الصلاه، يبقى ازاي يبني عليها؟ فهمت؟ يعني هو اول ما ابتداها خالي من الشروط الصحه، فكيف يبني عليها؟ لو دخل صحيحا واحدث، لما احدث افسد له ما سبق، فصار كالفساد الاولي. يس الحمد لله يا صاحب الانجليزي. ايش ما سامحني، اسف ما سمعتش. تقصد يصلي ركعتين اولا وهم واقفون؟ لم ترد هذه الصوره، والصوره طبعا لابد لها صوره اصليه وهي صوره صلاه الخوف. فهمت؟ تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ. ايه الراجح يا ابني؟ هذا الذي يدين الله به في الطواف يا ابني. فلذلك بقى لابد لو بيموت افضل له لا يدخل يا ابني، يستأنف يعني، يجي من الاول، ما نقول اهو افضل له انه بقى يرتاح خالص، يذهب الى كل الحمامات لغايه ما يرى في نفسه ما في جفاف عنده في كل شيء، وبعدين يطوف، لانه معنى انه يطوف من تحت مع هذا الزحام الشديد، ممكن يحصل معه ذلك، هذا بقى اختبار من الله بقى، انه ممكن رجل يموت. امراه تكون مثلا في السادس، وطبعا علشان كده الشيخ ابن عثيمين كله بيفتي بالاحناف، كله شوف خالف الحنابله وقال الطهاره ليست شرطا في صحه الطواف، يعني اصل المراه وصلت للسابع واحدثت، ومراه وطبعا تعرفون كموج، يعني يتحركون كموج البحر، يعني انت لو ذهبت في رمضان مثلا زحام اشد من الحج، ده معنى ذلك انه سيموت. تفرق يعني الاثنين، تشتهي؟ لا، المساله واحده، ان رجحت الاول كان لك، رجحت الثاني كان لك، لكن تفرق تقول يستأنف في الصلاه ويبني في الطواف من اجل المشقه. ها خلاص بقى، قل ان الطواف ليس بصلاه، هو هذا اي قياس؟ ابن عباس قال الطواف البيت الصلاه، غير ان الله تعالى اباح فيه الكلام.